السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روضة إنسان النموذجية. اليوم سوف نتعلم مادة الرياضيات لطلاب الكي جي 1. عندنا في هذا الدرس اليوم يمس مراجعة، رح نعمل عملية مراجعة للأعداد السابقة اللي إحنا أخذناها فيما سبق. ما هي الأعداد السابقة اللي إحنا أخذناها؟ يلا عد معاي، 1 2 3 4 5 أحسنتم. والآن عندنا مجموعة من الأسئلة نحل هاي الأسئلة. سؤال أول، عد ثم أحصر العدد المناسب. نعد، شو هون عندي؟ كم من وردة؟ 1 1. أين هو العدد 1؟ هي يا مس، نحط دائرة عليه. نيجي نطلع على هذا البوكس، عندنا صورة قلوب، نعدهم 1 2 3. 1 2 3، بنحط دائرة على العدد 3 ونحصره. عندنا السؤال الثاني، ضع دائرة حول العدد 5 اللي هو آخر عدد إحنا أخذناه مع بعض. العدد 5 5، يلا أين هو العدد 5؟ هل هو العدد 5؟ لا. هل هو العدد 5؟ نعم. إذا بتحط لي عليه دائرة. هل هو العدد 5؟ كمان لا. نيجي نطلع هون، هل هو العدد 5؟ نعم. إذا بتحط لي عليه دائرة. عندنا هنا أيضا السؤال الثالث، نوصل العدد بالصورة اللي بتناسبه. نعد ونوصل. عندي صورة دوائر، نعدها 1 2 3 4 5. أين هو العدد 5؟ منوصل. أحسنتم. عندنا صورة وجه قطة، يلا 1 2 1 2، منوصل. عندنا صورة وردة، كم من وردة عندي؟ 1 1. أحسنتم. عندي كمان صورة عصافير، نعد العصافير 1 2 3 4، نوصل مع العدد 4. هاي هيك مس بنكون عاملين عملية مراجعة لمادة الرياضيات اللي هن الأعداد 1 2 3 4 5. إذا نيجي نتذكر مثلا على العدد 1، اعطيني إشي برمز للعدد 1. عندنا رأس 1، فم 1، أنف 1. أحسنتم. اعطيني إشي برمز للعدد 2، عدد 2. عندنا أذنان، عينان، يدان، قدمان. أحسنتم. طب اعطيني إشي برمز للعدد 5، عندنا باليد 5 أصابع، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. هيك بنكون عاملين عملية مراجعة للأعداد. بقدر أحكي لكم يعطيكم ألف عافية. مع السلامة.